اللي هم بنيجي على مجموعة جديدة من أنواع الـ Power Electronic Circuits. ها الـ Circuits هاي رح نركز عليها الآن، هي AC to AC. لحد الآن إحنا غطينا AC to DC اللي هي Rectifiers، DC to AC اللي هي Inverters، وحكينا شوي على DC to DC اللي هي Chopper. كان في فيديو واحد على Choppers. الفيديو اليوم رح يكون بداية عن الـ AC to AC، فرح ناخد AC Supply، والـ AC Supply رح ناخده ونتحكم فيه ونغيره بشكل راح يضل اي سي بس راح يكون كنترولد اي سي رايح على لود. حتى نعمل هيك راح نستعمل مره ثانيه السينكرونايز 6 بلس جنريتر، نفس اللي استعملناها في الريكتيفايرز. السينكرونايز 6 بلس جنريتر مهمه لانه لازم البلسز تيجي في اوقات محدده، فسواء كان للريكتيفايرز اللي هي اي سي تو دي سي او للاي سي فولتج كنترولرز اللي راح نطلع عليها اليوم اللي هي الاي سي تو اي سي كونفرترز، لازم تكون البلسز سينكرونايز، لازم تيجي في وقت محدد مع السيجنال الاصليه. اذا هون انا ماخذ السيجنال، لاحظوا هون المفروض كان اخذ من نفس السيجنال هذه. خليني اعملها الان، خليني اشيل هذا من هون، اشيل هذا من هون، خليني اخذها من نفس السيجنال حتى تكون منطقيه. راح اخذ السينكرونايزيشن بلس من نفس السيجنال اللي عمالنا نتحكم فيها. لي هذا هو السورس اللي راح استعمله حتى اعمل عليه كنترول. راح اخذ السينكرونايزيشن بلس منه وادخلها هون زي ما كنا نعمل في الريكتيفايرز، ناخذ الفولتج اللي بدنا نتحكم فيه، الفولتج اللي بدنا نتحكم فيه بنمرره على فولتج ميجرمنت بتحول لسيجنال. هلا هون لما صار سيجنال بامكاني ادخله على البلوك هذا لاني عمالي بشتغل بسنجل فيز، ما في حاجه ادخل بي سي وسي اي. يعني هون دخلت انا كاني ار ماينس اس، وما دخلت ما فيش عندي اس ماينس تي او تي ماينس ار. هذا السينكرونايزيشن بلوك راح ادخل له الفايرنج انجل اللي هي الفا. في الحاله هاي انا مثلا ماخذ هون 90 درجه، خلينا ننزلها ل 30 درجه. لاحظوا هون المينيمم انجل ممكن تنزل لزيرو بالحاله هاي بحاله الاي سي تو اي سي كونفرترز، مش زي الريكتيفاير. في حاله الريكتيفاير كان في عندي مينيمم انجل ما بقدر انزل عنها اللي هي كانت 60 درجه إذا كان الريفرنس هو R ماينس S، أو 30 درجة إذا كان الريفرنس هو R الفيز R. لكن في حالة الـ AC to AC أنا بإمكاني أنزل الزاوية، ممكن أنزلها لحد زيرو. البلوك هون المفروض أنا البلوك أكون حاطط، هو بيشتغل البلوك بس الأصح إني أحط عليه، خلينا نشوف اللايبرري براوزر، بدي هون أنا constant source constant. ادخل هون كونستنت. هلا لو هذا بلوك بيكون واحد فانا راح اعمله زيرو حتى يكون انيبل. اوكي خليني اسميه باسمه انيبل. اذا هو المفروض السينكرونايز 6 بلس جنريتر يكون انيبل. هلا لو انه 6 بلس جنريتر راح يعطيني هون كومباوند سيجنال فيها 6 سيجنالز في الداخل. خلينا نتاكد انه الفريكونسي صحيحه اللي محطوطه فيه، هو محطوط 60. خلينا اشوف اتاكد انا ايش حاطط على السورس اللي هون. السورس اللي هون 60 والمفروض تكون نفس الفريكونسي، ما في مشكله ما دام نفس الفريكونسي. هلا راح يطلع معي 6 بلسز. خلينا نتاكد هون عندي البلس ويث خمس درجات. انا لحد الان مش مستعمل دبل بلسنج، فيما بعد راح احتاج الدبل بلسنج لما اروح على 3 فيز سيستمز. في السنجل فيز سيستم ما في حاجه للدبل بلسنج. عندي هذول السته راح اعملهم تفكيك باستخدام دي مالتيبلكسر، راح يطلع معي السته هذول. وبنفس الطريقه اللي كنا نحكي عنها في الريكتيفايرز البلسز هذه راح يكون ترتيبها اللي راح تطلع راح تكون 2 3 4 5 6 1. الاولى هاي هي اللي راح تروح على هاي، اخر واحده السادسه هي اللي راح تروح على البوزيتيف تبع الار، والثالثه اللي هي راح تروح على النيجاتيف تبع الار من هون. هلا بتلاحظوا هون حتى اتحكم في الاي سي فولي عندي ال 180 درجة الأولى بتحكم عن طريق هذا الثايرستر من هون، وال 180 درجة الثانية اللي هي النيجاتيف بارت بتحكم فيها بهذا الثايرستر هون. هذول بنسميهم هاي الأرينجمنت بنسميها أنتي بارلل أو باك تو باك بير أوف ثايرسترز. أنتي بارلل أو باك تو باك بير أوف ثايرسترز. بتلاحظوا
الانود تبع هذا الثيرستر مشبوك على الكاثود تبع هذا الثيرستر، والكاثود تبع هذا مشبوك على الانود، فصاروا هدول زي بير لكنهم باك تو باك او انتي بارلل من هون. خلينا نطلع اول شيء على الفايرنج بلسز قبل ما اشغل اي شيء، نتاكد البلسز انها في المكان الصحيح. فلما بعمل رن من هون راح اطلع الان على البلسز. هلا تتذكروا احنا حكينا الاوسيلوسكوب في له 6 الوان، في اول 6 سيجنالز بدخل عليه، بعدين الست الوان هاي بترجع تتكرر مره ثانيه، اللي هي كانت يلو، ماجنتا، ماجنتا اللي هو بنفسجي، ساين اللي هو ازرق على خضار او اخضر على زراء. اذا اول شانل بيكون يلو، ماجنتا، ساين. خلينا نطلع نشوف هذا ارتباطه بالسيجنالز اللي موجوده هون. فاذا بطلع على السيجنالز الموجوده هون، انا مدخل السيجنال على الاوسيلوسكوب، السيجنال في الشانل الثالث هي اللي بدها تروح على البوزيتيف اللي هي الساين، راح يكون لونها ساين. فالمفروض هذه تكون جاي في الوقت مع البوزيتيف بارت ال 180 درجه الاولى اللي هي السيجنال الثالثه، والسيجنال الثانيه المفروض انها تكون جاي مع النيجاتيف 180 ديجريز. خلينا طبعا نشوف اذا هذا صحيح. مهم جدا هذا طبعا، لانه السنكرونايزيشن لازم تيجي البلسز بالوقت الصحيح حتى يصير فايرنج صحيح. خلينا نطلع عليها. هلا بنشوف هون هي البوزيتيف 180 درجه البوزيتيف، وبتلاحظوا طبعا احنا كنا حاطين فايرنج انجل 30، وهذا الشانل الثالث اللي هو تبع اللي راح يروح على الار بوزيتيف اللي هو ساين، لونه ساين، وجاي فعلا حوالي تقريبا 30 درجه من الزيرو كروسنج تبع البوزيتيف 180 درجه، والماجنتا اللي هو المفروض يكون مع النيجاتيف ار، النيجاتيف 180 ديجريز، جاي كمان 30 درجه بالنسبه لها. اذا البلسز هذول الترتيب تبعهم صحيح. اذا هلا هذول البلسز اخذنا البلس هاي اللي هي كانت للار بوزيتيف، اجت على الجيت تبعت الار بوزيتيف، وهاي البلس اللي هي للار نيجاتيف اجت على الجيت تبعت الار نيجاتيف. المفروض تعمل فايرنج 30 درجه، وهي احنا حاطين هون 30 درجه من الزيرو كروسنج تبع اللود. خليني في البدايه ابدا، انا كنت هون مجهز 1 اوم 3.5 ملي هنري، بس خليني ابدا في البدايه بريزستيف لود، بس نتاكد انه عم نشوف بالضبط الريزستيف لود. نعمل اوكي ونعمل ران مره ثانيه. نطلع الان هون، هي عندي الكرنت. هلا هون هم طبعا الكرنت والفولتج منطبقين انطباق كامل على بعض، فما راح اقدر اشوف اي اختلاف. خليني اغير شوي قيمه الريزيستنس، اخليها مثلا 10 اوم. ران مره ثانيه. عندي طبعا هون 2 شانلز، فولتج وكرنت. بنلاحظ اول شيء الفولتج، هاي الويف فورم الاي سي ويف فورم الاصليه، انا كاني عمالي بشيل منها اول 30 درجه وبضل منها هذا الجزء اللي موجود هون. هاد زيرو كروسنج، طبعا هون عندي زيرو كروسنج، لما الكرنت ينزل زيرو بصير عندي سيلف كوميتيشن، بطفي الثيرستر، بطفي الاس سي ار، لانه ريزيستيف لود الكرنت متطابق تماما مع شكل الفولتج، فلما الفولتج يوصل لزيرو الكرنت بينزل لزيرو، فبصير عندي هون سيلف كوميتيشن لحد 30 درجه. خلال فتره 30 درجه بكون الاس سي ار اوف لحد ما ارد اعمل فايرنج بالنيجاتيف هاف سايكل وهكذا. وطبعا لانه المقاومه 10 اوم عندي تقريبا الكرنت 10 القيمه الاصليه. خلينا نغير بس الفايرنج انجل نتاكد مثلا هون، او خلينا افرجيكم الزيرو لو كانت عندي انه فعلا مسموح انها تكون زيرو. اذا في حاله الاي سي تو اي سي كونفرتر مسموح انه ممكن انزل لزيرو، فبصير طبعا لما بزيرو بيكون عندي الاوتبوت فول ساين ويف زي ما هو متوقع. نغير رد الزاويه مثلا ل 90 درجه ونعمل رن وبنشوف هون طبعا 90 درجه، هي النص، نص ال 180 درجه، هي عندي الويف فورم، والكرنت متطابق مع الفولتج تماما لانه بيور ريزيستيف. هلا بغير اللود هون لاندكتيف لود، راح اغير هذه لار ال، راح احول هذه لواحد اوم، وهي 3.5 ملي هنري. نعمل رن طلع الان على شكل الويف فورم اللي موجوده عندي هون. هلا اذا بتلاحظوا عند نقطه الفايرنج تبع الفولتج بيطلع هذا الفولتج، طبعا الاصفر هو الفولتج، الفولتج الكرنت طبعا راح يبدا يزيد تدريجيا لانه اندكتيف لود، وراح يزيد عندي. وفي هون عند اللحظه هاي لما الفولتج يوصل زيرو
الكرنت ما وصل زيرو فما بعمل الكوميتيشن ما بطفي الاس سي ار بضل مكمل لحد ما الكرنت يوصل عند تقريبا عند النقطة هاي زيرو. هاي الزاوية هي اللود انجل تبعت الاندكتيف لود عند النقطة هاي بطفي الاس سي ار. لما يطفي الاس سي ار الفولتج بيرجع لزيرو هون. فبتلاحظوا في قطعة الإضافية هاي اللي موجودة هون من الاوتبوت فولتج اللي هي نيجاتيف من هون، وسببها هي الفيز انجل اللي موجودة ما بين الفولتج والكرنت. ولذلك عند النقطة هاي لما يجي يعمل سويتشنج اوف في الاس سي ار في عندي هون هاي ريت اوف دي في على دي تي، وهاي الهاي ريت اوف دي في على دي تي عالية ممكن هترد تعمل ريستارتنج للاس سي ار. ولذلك بنستعمل السنابر نتوركس اللي موجودة هون. إذا بتطلع كثير من هذول في عندي سنابر نتورك بتكون ان بارلل، هاي السنابر نتوركس ان بارلل مع الاس سي ار حتى تمنع السويتشنج اون مرة ثانية بسبب الهاي دي في على دي تي. لو صغرنا الزاوية غيرناها مثلا ل 30 درجة وردينا طلعنا مرة ثانية بنشوف اشي شبيه بنفس الطريقة من هون